بعد ما طمننا على درجات الحرارة خلينا كمان نطمنهم على أسعار العملات والذهب النهاردة. وخلينا نبدأ أولا بأسعار العملات، خلينا نبدأ أولا بالدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي عندنا للشراء هيكون عامل 15 جنيه و63 قرش، أما للبيع 15 جنيه و73 قرش. بالنسبة لليورو هيكون عامل 18.52 قرش، وللبيع 18 جنيه و73 قرش. الجنيه الاسترليني عامل 21 جنيه و70 قرش، أما للبيع 21 جنيه و99 قرش. الريال السعودي عامل 4 جنيه و16 قرش، وللبيع عامل 4 جنيه و19 قرش. الدينار الكويتي 49 جنيه و36 قرش، وللبيع 52 جنيه و39 قرش. اما بالنسبه لاسعار الذهب اكيد عايزين نطمن حضراتكم عليها، وهنبدا اولا بعيار 18. عندنا عيار 18 عامل 681 جنيه، وعيار 21 794 جنيه، عيار 24 907 جنيه، والجنيه الذهب 6352 جنيه.